بسلامه عمدا قبل إمامه كذا أي نعم أو سهوا ولم يعده بعد. نعم كذلك سلم قبل الإمام تبطل الصلاة، لكن إذا كان ساهي سرحان يحسب الإمام سلم، زين؟ أو واحد يصلي بجانبه قاعد يقرأ التشهد قال السلام عليك أيها النبي، قال السلام عليكم السلام عليكم سلم مباشرة، وبعدين انتبه أنه شنو؟ أن الإمام ما سلم، أن الإمام يرجع مرة ثانية ولا يسلم، واضح ولا؟ ويسلم بعد الإمام، لكن إذا قال يلا بعد سلمت، لا بعد سلمت خلاص بطلت الصلاة، لازم يسلم بعد إيش؟ فإذا سلم قبل الإمام ساهيا لابد أن يرجع ويسلم بعد الإمام مرة ثانية. إيه نعم.